نجسدوا المسيرة الثالثة من بعد نضال اللي دام مدة 3 أشهر واللي مازال مستمر إن شاء الله إلى حين إسقاط المرسومين. من هذا المنبر كنبغي نوجه تحية عالية لجميع الضمائر الحية اللي حضرت معنا اليوم واللي سنداتنا ودعمتنا من أول المسيرة ديالنا والنضال ديالنا اللي مازال مستمر إن شاء الله. وكنبغي ناشد المجتمع المغربي باش وقف معنا حيت هنايا كنحاولوا اننا ما امكن ما نخليوش التعليم العمومي يوصل للهاويه وما نوصلوش به لخصوصة التعليم ونقضيو على حقنا في التعليم العام والمجاني. تضامنا مع الاساتذه المتدربين الدفاع عن الحق ديالهم في التوظيف مباشره من بعد التخرج من المراكز، بالاضافه الى الحق ديالهم في المنحه بدون تنقيص منها، وبالإضافة للحق ديالنا في التظاهر السلمي، الحق اللي ضمن لنا الدستور ديال 2011 واللي ما يمكنش نتراجعوا عليه من بعد ما توصلنا له. يعني اليوم يعني كما شفتوا يعني الالاف ديال المواطنين المغاربه مما فيهم يعني الالاف ديال الاساتذه المتدربين كيشدوا معركه من بين معارك يعني النضاليه اللي خدوها منذ 3 أشهر. يعني الهدف الاسمى ديالها هو يعني ملف مطلبي واضح وهو اسقاط المرسومين. اليوم الى جينا هنا بالعشرات ديال الالاف فمن اجل تجسيد هذا المطلب هذا ومن اجل ايصال رساله مفادها ان لا تنازل عن المطلب. انا كاستاذه امارس هذه المهنه مهنه التعليم منذ 35 سنه، يعني اني قادره على ان اشخص الوضعيه في التعليم، وضعيه التعليم في المغرب، من خلال ان هذا الميدان او هذا القطاع فهو يمكن ان نقول بعد 35 سنه من الممارسه انه يعيش يعني هو يعني في اتجاه نحو الهاويه. التعليم يعرف كارثه كبيره جدا، ونحن الممارسون عانينا معاناة كبيرة جدا من خلال من خلال هذه السياسة التعليمية التي تنهج في حق أولاد هذا الشعب. نحن نعرف أن هذا المرسوم أو هذين المرسومين المشؤومين فعلا مشؤومين عندهم تداعيات على مستقبل الشعب المغربي وعلى مستوى يعني أبناء الشعب المغربي يعني المغاربة. لماذا؟ لأن هذا المرسوم أريد به ضرب المدرسة العمومية وفتح المجال أمام القطاع الخاص لكي ينهب يعني جيوب هذا الشعب المسكين الذي تضافرت عليه جميع يعني عوامل البؤس والشقاء. آخر ما يتشبت به المغاربة هو تعليم أبنائهم تعليما مجاني، لأننا كنعرفوا الوضعية يعني الاجتماعية ديال المغاربة وكنعرفوا يعني ان والمفارقة العجيبة هو ان هذا التعليم الخاص اللي بغاو يصيفطوا ليه هاد الاساتذة كنعرفوا ما هو القطاع الخاص في المغرب. القطاع الخاص في المغرب هو قطاع يعني تيعرف واحد نوع من التسيب. اعتقد اننا نعيش اليوم في هذه اللحظة التاريخية عرسا نضاليا لتقدمه التنسيقية الوطنية للاساتذة المتدربين بالمغرب، رغم المنع اللا قانوني ورغم المؤامرات التي حكت ضد الاساتذه لكي لا يلتحقوا بالعاصمه بالرباط، بحيث انه بعد محاوله فصل التكوين عن التوظيف يتم الان فصل الرباط عن المغرب. حضر الاساتذه وحضر مناضل الحركه الحقوقيه لدعم هذه الحركه الاحتجاجيه السلميه المطالبه ليس فقط باسقاط المرسومين ولكن برد الكرامه للمغاربه. نحيي مبادره الاساتذه المتدربين لانهم قدموا درسا اليوم لكل الفئات. هذا الدرس هو انه النضال يسقط كل المنع اللا قانوني الذي يمارس ضد كل المغاربه مع هذه الحكومه.